السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا قبل كده إزاي أحمي ملفاتي وصوري الخاصة اللي على الفلاشة بإني أقفل الفلاشة بباسورد، وعرفنا لو نسينا الباسورد دي هعمل إيه. واللي ما شافش الفيديو ده هيلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. النهاردة هنتعلم إزاي ألغي التشفير اللي على فلاشتي وأخليها زي الأول من غير باسورد. بحط الفلاشة في الكمبيوتر وزي ما باين قدامكم مرسوم عليها القفل نتيجة إنها مقفولة بكلمة سر، وبروح بعد كده للكنترول بانل بفتحه وبختار بيت لوكر درايف انكريبشن، ومن جنب الفلاشة هضغط على Unlock Drive. هيطلب مني الباسورد، بكتبها وبضغط على Unlock. هلاقي شكل أيقونة الفلاشة اتغير وتشال من عليها القفل وظهر جنبها 6 اختيارات، بختار منهم الكلمة الأخيرة اللي هي Turn off BitLocker. هتيجي رسالة أضغط على Turn off BitLocker. هتبدأ قدامي العملية اللي بيتم بيها إزالة كلمة المرور، وطول ما هي شغالة الأفضل إن أنا ما شلش الفلاشة من الكمبيوتر نهائي. كده عملية إلغاء التشفير اكتملت ورجعت أيقونة الفلاشة لشكلها الطبيعي وبقت تفتح عادي من غير باسورد.